السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بأن أتحدث إليكم. من الأشياء الغريبة والعجيبة التي أثارتني في هذه الأيام الأخيرة هو حجم تعلق الناس بمواقع التواصل الاجتماعي. تجدهم في كل لحظة، في كل ثانية، في كل دقيقة يعلقون، يضعون صور، يهتفون، يريدون أن يكونوا أفضل، يريدون أن يكونوا أسعد. وهذا الوهم عجيب وغريب ربما يجب أن نواجهه اليوم، وأن نتيقن أن مواقع التواصل الاجتماعي هي عالم افتراضي وليست أكثر من ذلك، لا يمكن أن تكون واقعا. فكثير من الناس اليوم يسعى لكي يأخذ صورا جميلة، أن يلتقطها في مناطق جميلة، أن يقوم بأشياء غريبة وعجيبة ليبدو أجمل لدى الناس، ويصرون هؤلاء أو المؤثرون كما يسمون أنفسهم أن يقوموا بهذه الأشياء، وأن يتركوا مساحات من التفاؤل العجيب، من التفاؤل العمياء. لذلك رجاء حاولوا أن تعيدوا النظر في علاقتكم مع مواقع التواصل الاجتماعي، وشكرا.